اللجنة الوطنية في سبيل الوصول إلى الحقيقة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان صحة التحقيقات التي تقوم بها، وكذلك الحفاظ على سرية وسلامة الشهود وضمان خصوصياتها، بالإضافة إلى فحص ما يقدم إليها من تقارير والشهادات الطبية والمحررات الرسمية وغيرها من الوثائق والمستندات والصور ومقاطع الفيديو التي تصل إلى اللجنة. حرصت اللجنة على الاستعانة بالخبراء العسكريين الوطنيين لشرح نوعية الأسلحة المستخدمة في الانتهاك، وخصوصا المتعلقة باستهداف الأحياء المدنية وكذلك الأحياء السكنية، من أجل الوصول إلى قناعة في تحديد مرتكبي هذه الانتهاكات. كما حرصت اللجنة ضمن منهجية عملها على مراجعة وتحليل ما تم تسليمه من وثائق وتقارير من منظمات المجتمع المدني، سواء منظمات المجتمع المدني المحلية أو الدولية العاملة في مجال الرصد وتوثيق الانتهاكات. كان وجود اللجنة ضرورة حتمية بعد أحداث 2011 والانتهاكات التي طالت المتظاهرين السلميين في ساحة الاعتصامات في كافة أنحاء الجمهورية. استطاعت اللجنة في وقت قصير نسبياً في أن تصبح المؤسسة الوحيدة العاملة في الميدان والمتواجدة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي تقوم بالتحقيق الفوري في الانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين أولاً بأول، وذلك من خلال أكثر من 32 راصداً وراصدة يعملون في جميع مناطق الجمهورية، إضافة إلى فريق تحقيق قانوني متخصص وخبير بطرق التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية وإجراءات التحقيق المقررة في التشريعات الوطنية، وذلك حفاظاً على حقوق الضحايا وضماناً لمساءلة المنتهكين وعدم إفلاتهم من العقاب. ومن خلال ما يزيد كما قلنا على 32 راصد وراصدة تابعين للجنة ومنتشرين في معظم محافظات الجمهورية، وفي ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد مع استمرار النزاع المسلح في معظم المناطق التي تعمل فيها اللجنة، وبالرغم من الأوضاع الأمنية السيئة التي تشهدها البلاد، إلا أن اللجنة واصلت مهامها الموكلة لها بكل جدارة واعتدال، سواء على صعيد رصد وتوثيق الانتهاكات أو التحقيق فيها، حيث بلغ إجمالي الحالات التي رصدتها اللجنة ووثقتها في قاعدة البيانات حوالي 17123 حالة انتهاك. كان من الواجب ومن اللازم على حكومة الجمهورية اليمنية وإيجاء الدعوات المتصاعدة لتشكيل أو للتحقيق في هذه الادعاءات، في هذه الانتهاكات التي مورست وما زالت تمارس بحق المدنيين وبحق المواطنين. كانت اللجنة وما زالت إلى اليوم هي النافذة الوحيدة والبوابة الرسمية لرصد وتوثيق والتحقيق في ادعاءات الانتهاكات التي ترتكب قبل المدنيين وقبل المواطنين من أجل ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، ولا سيما ما نشاهده وما نلاحظه من عملية توقف شبه كامل لأجهزة السلطة القضائية بسبب ما تمر به اليمن من 2014 وحتى الآن. مدد مجلس حقوق الإنسان وأعطى صلاحية أوسع للجنة من اختصاصات 2011 أو انتهاكات 2011 إلى صلاحية 2015 و16 وحتى إيقاف هذه وحتى الوصول إلى تسوية وإعادة الأمور إلى نصابها كما كانت عليه قبل بدء هذه الأحداث. وبالتالي هناك ترتفع أصوات تطالب بإجهاض عمل هذه اللجنة. نحن نقول ومن منطلق قانوني ومن مسؤولية قانونية بأن الآليات الوطنية في عمليات التحقيقات هي البوابة الرئيسية للشروع إلى عمليات الملاحقة أمام الآليات الدولية. لا يمكن مطلقاً أن ننتقل إلى المطالبة في آليات دولية في ظل وجود آليات وطنية تعمل باستقلالية وحيادية ونزاهة وأمانة في رصد والتحقيق بمثل هذه الانتهاكات. اللجنة الوطنية في اليمن تعتبر خطوة
نوعية في المنطقة برمتها، على اعتبار بأن هذه اللجنة الأول من نوعها التي يتم تشكيلها على أسس ومعايير دولية في المنطقة العربية بل في الشرق الأوسط برمته. لم يسبق أن وجدت لجنة مستقلة تعمل وفق المعايير الدولية على التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. هذه فرصة وآلية جديدة من آليات حماية حقوق الإنسان أضيفت إلى الآليات الوطنية الموجودة في الدستور والقوانين أو في مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها اليمنيون واتفقوا على ترجمتها وصياغتها إلى دستور قادم للمرحلة القادمة. ليس القصد اليوم من عقد هذه الحلقة حلقة النقاش هو مراجعة الأرقام بقصد ما هو تبني هذا التقرير من قبل الإعلاميين والحقوقيين بما يتناسب مع حجم هذا التقرير. هذا التقرير يا إخوة قد ذكر الأخ توفيق أكثر التفصيل في جوانب الأرقام، لكننا نريد الجميع أن يعودوا إلى الأرقام. تقرير مكون من 71 ورقة تقريبا، يحتاج مننا جميعا خصوصا الإعلاميين والحقوقيين والمعنيين أيضا، يعني من الناس المهتمين بشؤون حقوق الإنسان، أن يعودوا إلى عمق هذا التقرير. تقرير اللجنة الوطنية مثل ما يعني سمعتم أن هذا التقرير بني على إجراءات صحيحة وواقعية، ابتداء بالنزول الميداني وجمع الوثائق وإجراء المقابلات مع الضحايا ومع الشهود وبالتصوير والفيديوهات والمعاينة يعني الواقعية للضحايا ومقابلتهم ومقابلة أسرهم مع الشهود. هذه كلها تجميع وثائق حقيقية واقعية ومعرفة يعني مكان مصدر يعني انطلاق السلاح أو القذائف بشكل مهني وحيادي ودقيق واضح. التقرير يعني يضم كثير من القضايا المثبتة والمبرهنة والمثبتة في ملفات، فقط يحتاج اليوم هذه الجلسة النقاش التي سنستمع بعدها إلى الأخ هائل تقديم ورقة منظمة المجتمع المدني، ثم نسمع لكم أنتم المقصود كيف خلاصة هذه الجلسة، كيف ينبغي أن نتبنى هذا التقرير داخليا وخارجيا إعلاميا وحقوقيا بما يكفل الوفاء بما يكفل ردود الأفعال الواقعية والحقيقية تجاه هؤلاء الضحايا. وبحسب المؤشرات الواردة في تقرير اللجنة فإن عملية رصد وتوثيق 17123 حالة انتهاك واستكمال التحقيق في 10594 حالة انتهاك منها هو عمل جبار يستحق التقدير والثناء. إن منظمات المجتمع المدني وهي تراقب عن كثب التدهور المرعب لحالة حقوق الإنسان في اليمن وتصاعد أعداد الضحايا في مختلف أنماط الانتهاكات، فإنها في الوقت نفسه تثمن عالياً الجهود المبذولة والأعمال التي أنجزتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق تدعو منظمات المجتمع المدني كافة أطراف الصراع بلا استثناء إلى التعاون وتسهيل مهام اللجنة الوطنية للتحقيق والتفاعل الجاد والمثمر مع خطاباتها الموجهة إليهم بشأن أعمال التحقيق والادعاءات في الانتهاكات، والتي ليس من مصلحة أي طرف أياً كان تجاهلها وعدم الالتفات إليها، فالكشف عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات حقوق الإنسان والتعويض وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات هي مبادئ للعدالة، ليس المقصود استهداف طرف على حساب طرف آخر. مفجعة حقيقة مؤشر الأرقام لضحايا الانتهاكات الواردة في التقرير المقدم إليكم حالياً، وهي في الأصل معبرة عن حالة التدهور لحقوق الإنسان وبشاعة الانتهاكات التي خلفتها النزاعات المسلحة في اليمن، ومعبرة في الوقت ذاته عن الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة الوطنية في أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لكل ما شمله التقرير من أعداد ضحايا الانتهاكات. من الواضح بأن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لم تقتصر في أعمالها على نمط أو أنماط محددة من الانتهاكات،
حيث يؤكد التقرير بأن 17123 حالة الادعاء بالانتهاكات التي تمكنت اللجنة الوطنية من رصدها وتوثيقها وحفظها في قاعدة بياناتها خلال الفترة الماضية من عمر اللجنة حتى صدور التقرير، فقد توزعت تلك الانتهاكات على أكثر من 20 نوع من أنواع الانتهاكات. كما يؤكد التقرير بأن اللجنة أنهت التحقيق في 10594 حالة ادعاء بنسبة 62% من إجمالي الحالات المرصودة والموثقة، وهو رقم يبعث في التفاؤل والأمل في نجاح اللجنة الوطنية في إنجاز مهامها. أيضاً فإن أعمال اللجنة لم ينحصر في نطاق مناطق محددة بعينها، بل شمل مختلف محافظات الجمهورية، وهي عوامل أيضاً تؤكد أهمية التقرير ونجاحه في الوصول إلى مناطق النزاع بأكملها. ومن الأهمية بمكان أيضاً أن تقرير اللجنة لم يكن منحازاً إلى أي طرف من أطراف النزاع، وإنما شمل جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن، وقد جاء معبراً عن المهنية العالية التي انتهكتها اللجنة الوطنية في أعمالها. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.